عرفتي ماشي حيت عارفين اختكم ما كتعكسش، وانما رجلي ما خلاتنيش نوقف. وعلاش قلتها؟ هاتي وحده عاد دخلت للدار بحال راه حيت حوايجي، بحال قلت الله لا عاودي لبسي تاني حوايجك وعاودي خرجي تاني من جديد. مهم ماشي مشكله، الغرض لازم يتقدم، ما حدنا جالسين هكا بجوج مع بعضياتنا وباقي الحال ليه. غنعاود نلبس نفس اللبسه اللي كنت لابساها انا حتى غير فوق هذاك الكرسي، هي غنعاود نلبسها وغادي نخرج غنمشيو نقضيو واحد الغرض ونيت غناكلو على برا. وهذيك الطريق اللي غادي ليها كاينه واحد البلاصه فيها كيبيعوا فيها الاتات، ندخلوا انا ويونس غادي نشوف معاها كي حد دايزين دايزين على الطريق ديالنا، ما كنمشيش لهذيك الطريق بزاف، مي على الطريق ديالنا غندوز وغنشوفوا واش جابوا واحد الحاجه غنضرب عليها هكذا طليله نشوف الجديد عندهم. وفي نفس الوقت انا ما خارجاش باش ندور البنات مع رجليا وظهري ودكشي، كنخرج غير كنقضي الغرض وكنرجع نيشان، ما كنتمشاش مسافات طوال وما كنعذبش هكا راسي باش من باش نبرا هكا دغيا. قدينا زينات الغرض ديالنا وانا جبتكم معايا هنايا وغنضرب بكم هكا واحد الدوره خفيفه غير تاخذوا هكذايا فكره اللي باغي يغير ولا اللي باغي يبدل شي حاجه هكذايا في الدار ديالو ولا في الصالون ديالو. اوكي نتوما بحال هذا الشكل، ولكن انا بغيت هذا الكادر يكون كبير، يكون هكا ديال المبمن يكون كبير ويكون هكا فيه شي ستيل هكذا زوين، ماشي بحال هكا سامبل خلق غير هادو عادي. عرفتي حيت باغا الا بدلت هذيك الناموسيه ديالي باغا نبدلها بشي حاجه زوينه انا عندهم، هذاك الشيء غير سامبل. شوفوا محبي ولا اللي كيعشقوا اللون هذاك البوردو، اوه شحال زوين جميل جدا. شوف الديكورات اللي دايرين ليه الطويبله، وهاد البوف هادي محطوط هنايا، واه شحال زوينه. وديك اللوحه حتى واو البنات، وشوفوا الفيترينه اللي دايرينها هكذا من الله، اه داكشي سامبل وزوين. او محبي هاد اللون زعما حتى هو زوين صراحه، اللوين غزال. ما يبغي بحال هكا بلاصه مجموعه، ما يبغيش هكا شي بلاصه كبيره وديري غادي يبان بحال مفضوح. شوف ملموم جا في هاد البلاصه، شوف شحال ديال حلو. واش هنا عندهم داكشي سامبل ما داكشي زويون؟ شوف الديكورات، انا عطيكم غير فكره بحال هكا الديكورات هكذا زويونين، وشوفوا هاد اللوحه شحال زوينه هادي، ونقدر ناخذ هاد جيني هكا في الدخله ديال الدار زويونه. شوفوا راه خشب هادي يا البنات، خشب عسي زويونه ب1700 الكرون، غزيولة بزاف وفي الكري. وشو جات حتى مع هاد الصوفة، شو شحال جات معاها زويونة، عطات منظر هكذا زوين. والله إلا هاد الديكور بان ليا غادي ناخد منه بحال فكرة. شوف هاد الديكور شحال زوين، بدا يصلح عندي في الجردة. شوفو مصاوبين ولا ما كيبيعوش غير مصاوب، والله إلا شوف كيما موقفينها هاي بالحديد. نيكو كنت في المغرب نيكو راه عجبت انا انا عرفتي اليد العامله غاليه بزاف. شوف على الديكور شحال غزيول، والله الا زويون. وديرين ليه الخوامي داكشي مجهد بزاف، فوطاي زويون هاد اللون كيقولوا ليه. شوف هذا الجلد، اه داك الجلد رطيطو زويون غزال هاد اللون. شوفوا حتى المخدات داك اللون اللي دايرينو معاه شحال زويون. البنات اللي بغى يفرش الصالون ديالو شو واخا ما يكونش عنده اتساع، داكشي صغير وحلو. شوفوا شحال زوين، ها نتوما الصوفا ولا الفوطه شوفوا كي داير صغير. وشوفوا الطبيب الطبله شحال حلوه ديال الرخام، او اللون لون 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 واعر البنات. شي فكره زوينه ها، او صالون صغير وحلو. اه شوفوا حتى هذيك اللوحه زوينه، شوف على الديكور على المنظر. ما عرفت انا ناقصاني شي لوحه هكذايا في الدار، او هادي حتى هي تجيني بالدخله، او كبيره كبيره زوينه. او هاد اللوحه انا في حمقوم هاد الطبله هي حلوه وزوينه. انا نبغي نفكر نغير الطبله ديال الصاله ديالي، ها كلها تقمشات تاعي عرفتي شحال عندها من عام. نفكر نغير، خصني نغير بشي حاجه هكذا زوينه تكون. شوفوا اللوحات
لوحات زوينين بالحق، ناقصيني في الدار، تي كيديروا شويه ديال الحياه ياك. شفت هاد الديكور زوين ديال هذاك العود، حقا اللوحات كيعطيو منظر زويون بحال كيكملوا الديكور زوينين، شي حاجه كتبان عاديه كيكملوا داكشي ديال الديكورات زوينين اللوحات. والله العظيم انا كنجي كنضرب غير طليله واش عندهم شي حاجه ديال الديكور، شي حاجه هكا كتجذب ليا عويناتي باش نبغي ناخذها، ولا شي ساعه ما كنلقاش واخا هكا. المهم مره كنضرب طليله صافي البنات، حسيت انا ما ناوياش كاع ناوياش نتسارى ولا ندور ولا صافي، غادي نسلم مع رجلي ونمشي ونمشي. حتى هادشي اللي لابسه ماشي ديال برا، مجيش نعطى براسي. اوكي يلا نتلاقاو في الدار. هادي هي اللي اختاريت. تعييت وحق عرفتي، ناويه نحطها هنا، بغيت نحط بحال شي حاجه دير ليا شي ملي كنكون جالسه، بغيت شي حاجه نبقى كنشوف. انا عزيز عليا هادشي ديال هادي تاليكم، هادشي كاع ديال الكاليري، كاع هادشي ديال اللوحات واللي فيهم هادو كيجسدوا هكا الوجوه ولا فيهم رسوم ولا شي حاجه كيعجبوني بزاف. جاني اللون ديالها هكذا غادي يجي مع الكرسي، ولكن للاسف البنات بانت ليا كبيره. ما توقعتهاش تكون كبيره، بغيتها تكون شويه هكذا مزوزه في الارض وفي نفس الوقت ما تضركش ليا هكذا الشرجم. من العبار ديالي ركزت غير على الطول، ما ركزتش على العرض، والعرض هذايا عالي بزاف البنات شتي. اما الطول جا مزيانه، يعني كيما قلت في خاطري 120 سنتيم راه هي هذيك جبتها نيشان، ولكن العرض لا. المهم انا ماشي غنجلس البنات باش نقول لكم، ماشي من نوع واه الله البنات تا وقيلا غادي نرجع. المهم كتعجبني الحاجه خاصها تجيني انا هكذا، ما خصش يكون فيها الغلط، ونكون انا مرتاحه فيها. يعني انا اللي كنجلس هنايا نشعل واحد الضو خايف شحال من مره كنبقى جالسه، انا كنبغي نشوف هكا فشي حاجه. المهم ما عليناش، غادي نبدل عليا وغنمشي نصوب واحد الماسك خطير البنات، كيراتين الشعر ديال الاكثريه دابا بعد الصيف والبحورات ولا بيسين ولا غير الشمس ملي كتحرق دائما من ورا الصيف. هاد الشهور كاملين هي فين اللي متبع المتابعين ديال زيكا القدامين عارفين، كنقول لكم ديما هاد الوقت اللي كتكون فيها كيجي وقت البرد شي من بعد الصيف كتجي العنايه بالشعر والعنايه بالبشره اكثر. هي الصيف ما كنديرش بزاف لان تيكون كيكون الخروج هكذايا بزاف. غنخرج زعما برا نشوف ندير ليا قهوه ولا ندير ليا شي كاس ديال اتاي، ندير عليا حوايجي وغادي نديكم معايا الكوزينه ونوريكم شنو وجدت وشنو غادي نصاوب. داكشي على السريع، ما عنديش انايا الحاجه تشد ليا الوقت باش ما نعكزش عليها، ما كنبغيش الحاجه نعكز عليها. غادي ندير هنايا كلشي في الطبيله قدامي، انا بغيت نعطيكم الوصفه هكا على عينيكم، انكم ملي كنقول لكم غتشكروا زيكا فعلا غتشكروا شي حاجه اللي ان زيكا كتستعملها، ماشي جبتها لكم، زيكا كتستعملها وبسهوله ببساطه باش غادي تحضروها وتوجدوها. درت هنايا اتاي هو اللي غنبدا بيه، عرفتي مشى هي اتاي، لقيت بعدا النعناع كاين في الثلاجه وزدت عليه هذا ديال سكنجبير. رديت هنايا الماء لانني غادي نحتاجو، حيت قلت لكم الماسك على السريع البنات باش غنخدم البنات الماسك بالروز ياك، وكنت وريتكم شحال هادي انا الروز عندي مصوباه كنطحنو ومجداه هكذا الماسكات، باش غير كنجي صافي كنهز معلقه اللي خاصني، القدر اللي خاصني هو اللي تنديرو. هانتوما شتو هنايا مطحون ومصاوب، والنوع ديال الروز باش نجيكم نيش انا البنات، النوع اللي غادي نطحنو ديال الروز ماشي هذا، ماشي هذا الروز ديال بسماتي اللي كيكون، ولا هذاك ياسمين اللي تيكون طويل وهكذا رقيق، لا النوع ديال الروز اللي تيكون مدور. ها هو راه كاع شوف كاع مضبب ليا القرعه لانه كيكون فيه نشا بزاف، هو هذا هو اللي نستعملوه للماسكات اوكي، لا الشعر ولا البشره. وغادي ناخذ القياس اللي غادي يخصني في الماسك اوكي، ناخذ هكذا الشعر
وغناخذ غندير حتى واحد الماسك هكا للبشره ديالي. المهم اول حاجه ماسك ديال الكيراتين البنات، ما نقولش لكم شحال كيرطب الشعر وكيخليه كي عرفتي كاع الناس اللي كيصبغوا اللي كيصبغوا الشعر ديالهم، الشعر المضرور، الشعر الشاحف الناشف، الاكثريه الصباغه 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 والشمس اللي كيضر لهم كيولي شعرهم ناشف. هاد الماسك خطير البنات، غادي تفكروني به بزاف. خديت الكميه ديال الروز، غادي نزيد هنايا هاد المعلقه صغيره. اوكي هنايا غناخذ اربعه حيت غادي الدوبل، ما كاين ما نمشيش لا نطيب ولا حتى شي حاجه، غادي نخوي عليه الماء سخون هكا. هادي هي الطريقه ديالي انا، خوي الماء سخون وغادي نخليه غادي تضاعف الكميه ديالو وغادي يتقال. غنساه هكذايا واحد شويه وعاد غادي نرجع ليه بما غادي نشرب الاتاي ديالي. هانتوما صافي بحال هكا كنحركو غير دابا حيت خديت الكميه كبيره، حيت غادي ندير لكم هكذا الماسك باش تشوفوا. غنخليه هنايا على جنب وهو غادي تقال راسو، غيولي داير غيولي معجل ليا. اوكي نشرب الاتاي وغادي نرجع لكم بما تقاد ليا الروز. الله على اتاي كيفاش داير، شوفوا البنات كيفاش كيتعجن الروز ولا كيتعقد ولا شنو كتقولوا ليه، بحال هكا على هذا الشكل. انا هذه عندي اسهل طريقه، ولكن باش غادي نرجعو بحال الزبده البنات محتاجه الطاحونه هذه ديال القهوه ولا ديال العطريه. هذه هي انا اللي كنستعملها في الماسكات وكنستعملها في هذا الشيء ديال الشعر، الماسكات ماسكات الوجه والشعر. ناخذ القياس هكا ديال الروز اللي محتاجه. انا غادي نوريكم دابا الطريقه غير باش غادي تشوفوه هكذايا معايا. هنا البنات ما تزيدوا ما تنقصوا، الحاجه اللي تنديرها هي اللي ديروها وتخدموا بها. خذوا غير الصفار ديال البيض، انا خديت هنايا جوج، ما ديروش بيضه كامله زعما البيض كامل، البياض البيض كيحتاج كيبغي الشعر اللي ميدم ومزيت لانه كيمتص الزيوت. البياض البيض يعني غينشف لك الشعر ديالك، حيدو خذوا فقط الصفار، غيولي عندكم ملي غطحنوا غيولي زبده كريمه كريم دو لا كريم. شوفوا الكريمه عباد الله، هادشي زويون البنات، غادي يعجبكم وغتعجبكم هاد الوصفه بزاف. غادي ندير الاضافات ديالي انا اللي غادي نضيفهم، غيتبعوا معايا بالخطوه بالخطوه. غادي نزيد عليه الزيت ديال جوز الهند، انا شاريه هذا طبيعي هو اللي كناخذو. ها هو جبدته مع دابا الصهد في الكوزينه، ها هو دغيا داب شفتوا البنات دغيا دغيا. غادي ناخذ منه دابا غير القياس غير واحد شويه، ها هو غادي نضيفه هنايا بحال هكا معلقه ولا هذا قياس بحال هكا تقريبا. وغادي نضيف واحد الحاجه اخرى زويونه كتعجبني اللي عنده موجوده مزيانه، اللي ما عندوش موجوده يعوضها بالزيت، اي نوع ديال الزيوت اللي صحيه وزوينه هكا كتعمل دوك السبع زيوت. لا عندكم حتى هما ضيفوهم لهاد الخلطه. انا غنضيف الزيت ديال الارغان، هذا جاني من المغرب، هاد ريحته كيفاش دايره هو اللي كنديرو تقريبا غير في الماسكات ديال الشعر. غادي ندير هنايا القياس صافي وغادي نحرك. وهذا غتشوفوا النتيجه النهائيه ديال الماسك ديالنا. ايوا راه زيكا الحاد راه مشات، مسحت اللي مسحت باش ما يبانش لكم داكشي مغبر والله لا فيا واحد العكزال البنات، هاتي معانا يا الشراج متي تحلو كلشي. هاتي اختكم مساليه مفضيه، ما كنقدرش نوقف بزاف رجلي والله، ما كنمسح بزاف، ما كان كيكون الحاجه هذيك اللي كتلمع بحال هادشي كيكون كيبان لكم مغبر. مسحتو باش تشوفوه في الفيديو، تشوفوا النظافه والنقاوه ديال زيك نضحك معكم السينات. لا بالعكس انا كنبغي اي حاجه نوريها لكم فقط باش تاخذوا، بغيت عند خلاوها وينقل هكا يا شي ديكور منظر شي حاجه هكا بغى يديرها في الدار ديالو. واخا تشوفوني انا البنات انا ضد الزاج ندخلوا الحمام، ولكن انا عندي حوايج، عندي زليف هكا البلاستيك اللي نخلط فيهم الماسكات، ما بغيتش نديرهم فيهم حيت ما غيبانش ليكم الماسك. دابا انا على قبل الفيديو اضطريت درت هذاك ديال الزاج باش تشوفوا الوصفه كيفاش خرجات وكيفاش دايره. هذا هو الكيراتين الزينات ديالي ولا الماسك ديال الشعر. انا شنو كندير هنايا التصحيح ولا كيفاش كيقولوا ليها،
حيت كنبغي نعطيكم شي حاجه، كنبغي نعطيها لكم نيشان. انا دايره بحال هكا، كنبغي الواحد يفهمها نيشان، وما كنبغي نبسط حتى في طريقه الشرح ديالي، ما كنبغيش نصعبها على الناس. انا فزكت شعري والشعر بحال اللي خصو يكون نظيف، يعني بحال ملي كتمشي للصالون ديري شي سوان ولا ديري شي حاجه. انا شعري هنايا نقي، غير فزكتو بشويه ديال الماء وغادي ندير فيه هذا الماسك. يعني هنا ماشي الشعر تايت وسخ وتبداو ديروا داك على هاد النوعيه بالضبط. الماسك كيبغي الشعر نظيف، ما غنغسلو لا بشامبو لا بحتى شي حاجه البنات. هكا غادي ندخل نغسلو غنطلق عليه الماء فقط لا غير، ما غندير حتى شي حاجه اخرى. هنا ملي كملت وساليت غادي نغسل البشره ديال وجهي، لانني مادام عندي الروز مصاوب غنصاوب لكم واحد الوصفه، ولا راه صوبتها غادي نرجع معكم للكوزينه باش غادي تشوفوا الوصفه ديالي ديال البشره خطيره البنات، غتعجبكم بزاف بزاف. الماسك ديالي ديال الوجه احتاجيت هنايا اللوز، سلقته حيدت ليه القشور، خديت غير القياس هكا قياس ديال معلقه كبيره، زدت عليها الجيل ديال لالوي فيغا، النبته ديال الصبار، وغادي نطحنهم غير هما مع بعضياتهم. من الاحسن طحنوا اللوز هو الاول وعاد تزيدوا عليه الجيل ديال لالوي فيغا، كيزيد كيولي عندكم بحال الكريمه زوينه. الروز اللي هنايا صوبناه ديال الشعر اللي زدنا فيه الماء وداكشي، وخديت منه حتى هو جوج معلقات، ومن بعد درت الاضافه ديالي. غادي تزيدوا قطرات ديال فيتامين او، الزيت ديال فيتامين او ولا فيتامين سي ولا الزيت ديال اللوز، المهم الزيوت اللي كيحتاجها ولا شي سيروم هكا ديال الوجه، وغنطحن كلشي مع بعضياته. وها هو الماسك ديالي وجه. ديما الروز البنات ما ديوش على زيكا جل الخاطر، راسها ما نورمال غادي نكون انايا ما لابساش حوايجي في الحمام انا غندير الماسكات وراه بصح وراه على قبلكم وصافي. يلا انا كنسجل معكم وصافي الزينات ديالي اللي خدتكم عليا، والله كتفرحوني بعدا بهذوك التعاليق ودوك الكلام الزوين اللي كتقولوه في حقي، والله الا كيعجبني الحال. داكشي علاش كنتشجع دابا. ماسك شوفوا كي دايره البنات، تا ماسك ديال بصح ماشي ديال بالعان، ومازال قد ما اللي بغاه ثقيل انتم احرار، انا كنبغي غير بحال هكا باش حيت دغيا غادي نشف ليا على الوجه ديالي، وكنبغيها كنغسلو دغيا دغيا. النضاره ديال البشره اول حاجه كينعم لك كيرطب لك البشره ديالك، كيوحد لك اللون ديالها، خصوصا قلت لكم الصيف ديما مع الشمس الماسكات ديال الروز وداكشي حنا ما كنديروش. هادو ماشي ماسكات ديال التنظيف، ماشي باش ينظفوا لك المسامات وينظفوا لك البشره وداكشي، لا هادو النضاره ديال البشره ويرجعوا لك داك هي اللي قلتها هذيك الكلمه ديال ملي كيكونوا عندنا شي بقع مع الشمس ولا شي حاجه كيوحدوا لك اللوين ديالها ويحيدوا لك حتى داك الجفاف ديال البشره وداكشي كله كيحيد. والروز راه معروف البشره بلا ما غادي نقول لكم عليه، عاد دوك الاضافات اللي ضفت جميلين جدا اللوز وكلشي. غنديرو هنايا في البشره ديالي بلا ما تسولوني البنات على المده اللي غادي نخليها، حيت ديما كنقول لكم حيت فيه الروز راه غينشف وفيه الجيل ديال لالوي فيغا، اون فوا ينشف لكم خصكم تحيدوه. مؤخرا كنت شاركت معكم مقشرات وماسكات للشفايف من لامارك ديال ريفولوشن اللي تذكرها داك ديال الدلاح وديال الاناناس، زوينين تما. انا ما محتاجاش هنايا، ما بانش ليا شفايفي محتاجين مقشر، اكتفيت فقط بالماسك هو اللي غادي نديرو، غنخليه غير واحد شويه ومن بعد غادي نرجع نزول. عرفتي دغيا كيقشر لك داك الجلد، تكون هنايا دابا مع الرطوبه ومع الجو وداكشي راه الشفايف هكا دغيا كينشفوا، المهم كيرطبهم دغيا دغيا غادي نزولهم. غنوجد هنايا حمام يا البنات، تقريبا حمام غادي يكون سريع جدا لان ما غاديش نتعطل هنايا فيه، غندخل غادي نزول غير الماسكات يعني من وجهي ومن شعري، وغادي ندير عليا غير الصابون فقط لا غير. يعني هذا حمام خفيف ماشي حمام مغربي، ماشي حمام غادي تجلسي في الحمام بزاف. شيش انا كنشارك معكم كل حمام كيفاش داير عندي، هادشي كاين تاني غير ديال ترى شي حاجه سريعه كل مره كندير فيها حاجه. عاد داك الحمام المغربي بوحدو هذاك فيه الحكانه البنات. يلا الزينات ديالي غادي نخليكم هنايا
وغادي نقول لكم الله يخطيكم عليا والله يكبر بكم وبوس عليكم كاملين، وغتقول لكم زيكا ما تنساونيش ما تكونوش بخيلين، كنقولها لكم دائما ملي تعجبكم شي حاجه وما تبقاوش تشوفوني في الشاشه في التلفازه، وديروا لايك للفيديو الزينه ديالي باش كنعرفكم راه عجبتكم هذيك الحاجه. ديروا لايك البنات، شجعونا باللايكات. يلا الزينه ديالتي، امسيتكم سعيده والهلا يخطيكم عليا والله ينور لي افكاركم، وغتقول لكم زيكا بالسلامه.